عايز اسال رايك او تعليقك ايه على فوز مانشستر في المباراه الاخيره؟ ربنا ستر الحمد لله. لا ربنا ستر بجد، لانه يعني كريستيانو على طول بيخش بيخلص. بس اونكل سولشاير لا، يعني انا وهو في بينا مشاكل. لسه مصممه ان هو انا شكلي هسافر هعمل معاه مشكله. لسه مصممه ان هو يرحل ويسيب الفريق؟ لا هو مش قوي بصراحه يعني، اما يبقى عندك حد زي كريستيانو لا نصحى بقى، نصحى للعبه بقى يعني. ايه تاني الاسباب اللي انت شايفاها لازم يمشي ويسيب مانشستر؟ لا هو التكنيك اللي هو شغال بيه مش احترافي يعني. ده فريق قوي لازم انت تبقى قد الفريق ده. بعدين انت مش عارف قيمه النجم اللي عندك، انت مش عارف قيمه اللاعب اللي عندك وقوته وادائه في الملعب، وامتى تنزله وامتى تخليه قاعد وتنزل حد غير. ايه ده في تهريج يا ماما؟ بتحبي رونالدو بس لو هو في مباراه قدام محمد صلاح هتعملي ايه؟ مو صلاح مصر كلها الحلوه، مو صلاح الاثنين اقوياء، الاثنين تقال. انا بشوفهم اهم اثنين يعني، هم وميسي طبعا. بس انا يعني بحس انه على فكره هو انا كنت هقول لك كريستيانو عنده حضور، محمد صلاح عنده حضور كمان، حضوره طاغي وجميل، وبعدين حد قريب من ربنا ودايما بيعمل خير كتير جدا، فعشان كده ربنا صرف له. فاي حد ناجح ودايما الناس بتحبه وعنده شعبيه اعرفي ان هو ربنا بيحبه يعني. ربنا يوفقهم كلهم، انا بحبهم كلهم، بس هو كريستيانو ده له حاله كده خاصه. اخر يوم مهرجان جميل وناجح الحمد لله، خلص على خير ومحبه جميله بين كل الناس واطلالات جميله وافلام حلوه اتعرضت تابعتها. سعيده بالجونه نفسها، بالجونه كمكان اجواء حلوه وهوا جونه مميز جدا يعني. المفروض احنا داخلين على الشتاء بس هوا الجونه تحفه رائعه، حبيت جدا الشوارع بتاعه الجونه. كنت بنزل كل يوم انا بتمشى بعربيتي كده واكتشف في الجونه وبتوه بتوه في الجونه، بس برجع تاني. ماما في جي بي اس ده نعمه من ربنا يعني، ما تتوهي تروحي عنا على طول، توصلي على طول. توصلي على طول اكيد. هنشوفك قريب في اسمك حبيبه قلبي. في فيلم كوميدي ان شاء الله، في مسلسل في مسلسل، وبعمل اغنيه جديده ان شاء الله باذن الله. مستنيين كل الحاجات دي. حبيبه قلبي، ميرسي يا روحي.